مرحبا بكم جميعا في قناة الحقيقة والمعرفة. سوف نواصل من قطع من حديث عن المحكمة الجنائية الدولية والقضايا المتعلقة في دارفور، والآن سوف نتحدث عن التهم التي وجهت إلى المتهم علي كوشيب. ونحن يعني نريد أن نؤكد بأن المتهم وكل المتهمون الذين يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية سوف يحاكمون وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادرة في العام 1998. نريد أن نذكر سريعا الجرائم التي قام بارتكابها، أو تلك الجرائم التي وجهت إلى المتهم علي كوشيب. ونحن كقانونيين يجب أن نكون دقيقين في استخدام المصطلحات. علي كوشيب ما زال متهما، والمحكمة الجنائية لم تدنه، لم توجه له إدانة يت، ليس بعد. من هو علي كوشيب؟ هو علي كوشيب هذا هو يعني قائد ميليشيا جنجويد، حيث وجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إليه تهم تتعلق بجرائم تم ارتكابها في إقليم دارفور ضد المدنيين، حيث أن هذه الجرائم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية. وكما ورد في مذكرة أمر القبض أو Application for Warrant of Arrest ضد السيد علي كوشيب، 50 تهمة يعني موزعة ما بين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استنادا إلى المسؤولية الفردية وفقا للمادة 25.3 ألف والمادة 25.3 دال من نظام روما الأساسي للعام 1998. هذا النظام هو المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، بإمكاننا حيث قمنا بتقسيم التهم التي وجهت إلى السيد علي كوشيب إلى قسمين، حيث يشمل القسم الأول التهم التي تتعلق بجرائم ضد الإنسانية Crime Against Humanity، والقسم الثاني تتعلق بجرائم الحرب War Crime وفقا للتقسيم الآتي. الجرائم المتعلقة ضد الإنسانية هي عبارة عن 20 تهمة تمثل في الآتي: القتل العمد murder وفقا للمادة 7 ألف من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قام أيضا إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان forcible transfer of population وفقا للمادة 7 1D من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية وبما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي وفقا للمادة 7 1H من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التعذيب torture وفقا للمادة 7 من النظام الأساسي، الاضطهاد وفقا للمادة 7 1H من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الأفعال اللا إنسانية التي تسبب معاناة شديدة وأذى شديد يلحق بجسم الإنسان وفقا للمادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. هذه هي الجرائم المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية التي وجهت إلى المتهم علي كوشيب. أما فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بجرائم الحرب، حيث تم توجيه عدد 28 تهمة تمثل في الآتي: استعمال العنف ضد الحياة وفقا للمادة 8 من النظام الأساسي، الاعتداء على كرامة الأشخاص وخاصة المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة الإنسانية، المادة 82 من النظام الأساسي، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، الاغتصاب، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها. يعني هذه التهم الثمانية وعشرين المتعلقة، طبعا احنا مش هندخل في التفاصيل لتلكم التهم، وإنما نعطي بعض النقاط المتعلقة بالتهم التي وجهت إلى المتهم علي كوشيب. يعني الآن نذكر بعض الكيسات أو بعض يعني بعض حالات خطرة يعني قام يشتبه بأن المتهم علي كوشيب قام بارتكابها.
يذكر أن السيد علي الكوشيب كان يقود الجنجويد، وأنه شوهد في العام 2003 يصدر الأوامر بإطلاق النار على مدنيين عزل من قبيلة الفور. يعني على وجه الخصوص هذه القبيلة التي تسمى قبيلة الفور الموجودة في إقليم دارفور نالت حظا عسيرا من الجرائم التي ارتكبها علي الكوشيب. يعني أثناء هروب أولئك الناس المدنيين قام الجنود الذين كانوا يعملون تحت إمرة علي الكوشيب بإطلاق النار بصورة عشوائية، مما أدى إلى مقتل المئات من الناس. كما تم تحت إشرافه ارتكاب جرائم اغتصاب لعدد من النساء اللواتي ينتمين إلى قبائل الفور تحت ظل شجرة، كما أنه شارك شخصيا في كثير من الإعدامات خارج نطاق القضاء، من بينها إعدام 32 شخص في واقع بعينها في العام 2003. يذكر أيضا أنه في أغسطس من العام 2003 نفذت ميليشيا الجنجويد وأعضاء من القوات المسلحة السودانية خطة للتفتيش والاعتقال في مدينة مكجر الواقعة في ولاية غرب دارفور شريط وادي صالح. ووصفت شاهدة ما رأته عندما قامت بزيارة عمها في السجن المؤقت الذي يقيم هناك، حيث وجدت عمها محبوسا في غرفة مع حوالي 60 رجل آخرين كلهم كانوا مقيدين بطرق مختلفة، وكان هو عمها هذا كان معلقا في الهواء وذراعيه يديه مربوطتان ومشدودتان عن بعضهما البعض، وقد ترك موقد نار يحترق بينهما، وكان كل الرجال يحملون آثار الجلد يعني تم ضربهم بشدة على أجسامهم، وكانت ملابسهم ملطخة بالدماء وممزقة، وكان أحد الرجال قد ضرب بوحشية ونزعت أظافر يديه ورجليه عنوة، إنه عمل بربري وإجرامي خطير. أيضا هناك واقعة يسمى واقعة بندسي وأرولا، هذه كل المناطق تقع في شريط وادي صالح، واقعة اغتصاب ضد الفتيات. ذكرت شاهد أن المعتدين أمسكوا ذراعيها واحترق ليها، وكان اثنين من الرجال يلطمانها مرارا وتكرارا ويهددانها بالسيف قبل اغتصابها. أنا مش عايز أخش يعني أدخل في تفاصيل في عملية الاغتصاب هذه والجرائم المتعلقة بالجنس، لأنه يعني أمر يثير الرعب. واقعة أرولا ضد يعني في اغتصاب ضد الفتيات في ديسمبر من العام 2003 في مكجر وأرولا وبنديسي، وكل تلك المناطق موجودة في غرب دارفور. أيضا يعني وفقا للتفاصيل الواردة من المحكمة الجنائية الدولية بأن المتهم علي كوشيب وأحمد هارون وفقا للمادة 58 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن أمر القبض الصادر في حق علي كوشيب وأحمد هارون لأنهما كانوا يعني يتعاونان مع بعضهما البعض لإلحاق أذى بالسكان المدنيين في دارفور. يعني هو كان أمر القبض على وزير الدولة للشؤون الإنسانية في السودان وأحد قادة ميليشيا الجنجويد الصادر في 2 من مايو من العام 2007. وبناء على ما تقدم اعتبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المتهمان أي علي كوشيب وأحمد هارون مسؤولين عن معظم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، وهذا لا ينفي بأي شكل من الأشكال مسؤولية المعارضة المسلحة الذين اعتدوا على مقدرات الوطن أيضا مقدرات السودان، خاصة جرائم تجنيد الأطفال قصرا والزج بهم في العمليات العسكرية والقتالية والاعتداء على قوات حفظ السلام في العام 2005. في ذات السياق فإن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر إلى الأعضاء إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي هي غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والدول الأطراف بالطبع في النظام الأساسي
يطلبون منهم التعاون لإلقاء القبض على المتهمين الذين ورد في حقهم تهم تتعلق بجرائم الحرب والجرائم الإنسانية، وكل تلك التهم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومن الجدير بالذكر أن الدول ملزمة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وذلك فيما يتعلق بالحالة في إقليم دارفور، ومقيدة وملزمة بتنفيذ هذه الإجراءات وفقا للمادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي ذات السياق عقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤتمرا صحفيا في 20 من سبتمبر من عام 2007، وكان هذا المؤتمر جله مخصص للشأن السوداني في حال إقليم دارفور. على كل حال، هذه هي التهم التي وجهت إلى المدعي علي كوشيب، وهو كان متهم هارب من مواجهة العدالة، والآن قام بتسليم نفسه بالتعاون مع حكومة سنترال أفريكان ريبوبليك أو الأفريقية الوسطى. المتهم هو سوداني الجنسية، سابقا كان ينتمي للقوات المسلحة السودانية السلاح الطبي، كان يتقلد منصب قائد إحدى ميليشيا الجنجويد التي سفكت دماء الأبرياء في إقليم دارفور. التاريخ الإجرامي: متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما كان يقود ميليشيا الجنجويد لمهاجمة القرى المدنية في إقليم دارفور. هذا يعني ملخص صغير جدا عن التهم التي وجهت إلى المتهم علي كوشيب. يعني في المرة القادمة ممكن أن ندخل في تفاصيل أعمق، وذلك فيما يتعلق بتلك التهم. على كل حال، شكرا لحسن الاستماع، على أمل اللقاء بكم في المستقبل القريب.